المقدمة التي سأقدمها ليست في صميم المناظرة، ولك أن تعقب على هذا في الدقائق التي ستتاح لك. نعم. ماشي، يعني تعقيبك تكتبه برضو. الحديث يكون بالعربية. نعم إن شاء الله. لا أتكلم بالعمانية دي أصلا، لا في مناظراتي ولا في محاورات، نتكلم بلغة القرآن باللغة العربية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدا بخير وصلى عليه وحيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. أيها الأحبة، هذا هو الشيخ حسام أحمد جاد، والذي رفع تسجيله قبل أيام يطلب فيه مناظرة الإباضية، ويقول بأنه على استعداد تام لزيارة عمان ومناظرة علمائها وبيان ضعف مذهبهم، ومن كلامه كذلك أن الإباضية يكفيهم عارا وشراء وشنارا، أنهم لا يحتجون بفهم السلف إلى آخر هرائه الذي قال. أقول ها أنا ذا، لأن المناظرات أولا غير مسموح بها في السلطنة عندنا، ولأن عمان بلد الألفة والتآلف والترابط والتآزر، فإننا نرفض إطلاقا أن تقام أمثال هذه المحاورات والمناظرات في أرض يصلي فيها الإباضي خلف السني والسني خلف الإباضي، وكلهم في لحمة وتلاحم. وأنا تعقيبا على رسالته لأهل السنة أقول يا أهل السنة، كونوا على مذهبكم وعلى ما أنتم عليه، على مذهب أهل السنة والجماعة، وكونوا على ما أنتم عليه من ألفة وتآلف واعتراف وتعارف فيما بينكم وبين المذاهب الأخرى، شيعة وإباضية وغير هذه المذاهب، كلنا نلتقي على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواطن اللقاء عندنا كثيرة. رسالة الشيخ يا أهل السنة اثبتوا على مذهبكم، هذه لا يتلقاها أهل السنة إلا بالهجنة فيما أحسب والسخرية، لأن أهل السنة عندنا يستفتون سماحة مفتي عمان الإباضي في مسائلهم وقضاياهم، ولا يرون أي فرق بين إباضي أو سني أو شيعي، بل كلهم في ألفة وتآلف، والحمد لله رب العالمين. قوله وكفاهم عارا وشنارا أنهم لا يحتجون بفهم السلف، هناك مسألة لا بد من طرقها وبيانها وإيضاحها. القول بعدم حجية فهم السلف شيء، والقول بتضليلهم أو تخطئتهم في باب العقائد شيء آخر. نحن نقول أن الصحابة في باب العقيدة كلهم على الحق المبين، ونحن على ما هم عليه الحمد لله. الصحابة كلهم ليس منهم أحد على غير مذهب، على غير معتقد القرآن ومعتقد السنة، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفرق بين الاحتجاج بفهمهم وبين القول بخطئهم في باب العقائد. وليس العار والشنار في من لم يحتج بفهم السلف، وإنما العار والشنار في من يدعى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى القطعي المتواتر، والذي نجزم قطعا أنه في كثير من آياته يستغني عن السنة فضلا عن فهم السلف الصالح. يستغني، وأكرر وأعيد، أقول القرآن في كثير من آياته قطعي الثبوت، بل هو قطعي الثبوت في جميع آياته،
قطعي الدلالة في كثير من آياته ويستغني عن السنة فضلا عن فهم السلف الصالح. العار والشنار على من يحتج في عقيدته بالموضوعات والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة. ولو أردت ولولا أن المناظرة محصورة في باب معين لبسطت الأدلة والبراهين على احتجاجات السلفية بالموضوعات والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة يحتجون بها في إثبات العقائد. العار والشنار على من بنى عقيدته على هذا. المناظرة حول الرؤية، واشترطت على الشيخ أن تكون بالقطعي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونترك المباحثات الجانبية. فتح الله لك، قضى وقتك وتكلم الشيخ. الحمد لله، هو المحمود المشكور على وجه الحقيقة، إذ لا منعم سواه، وكل فضل يجري على يد غيره فهو الذي أجراه، وكل خير يصل من بعض مخلوقاته إلى بعض فهو الذي قدره وقضاه، فأحمده حمدا يرضاه، وأشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاه، امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره، فإن لساني وجناني وأركاني لا تقوم بشكر أقل نعمة من نعمه العظيمة، ولا تؤدي بعض البعض مما يجب علي من شكر أياديه الجسيمة، فمن أنا حتى أحمده حق حمده، ومن أنا حتى أشكره حق شكره، وهذا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يعلن عجزه التام عن إحصاء الثناء على ربه سبحانه، فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أنزلت بيانا عن اعتذار الأخ مسعود المقبالي عن المناظرة، وقد تم هذا بالفعل، بل ونفيت هروبه، قلت لم يهرب وإنما اعتذر عن هذه المناظرة لسفره ولأمور سفره. أما قولي لأهل السنة أثبتوا، فما الشيء الذي يستهجن فيه حينما أوجه نصيحة لأهل السنة، أو حينما أوجه نصيحة للإباضية، أو أوجه نصيحة إلى أي أحد كائنا من كان، أثبتوا على الحق. هو يقول أهل السنة عندنا في عمان يستهجنون كلامك هذا، يستهجنون كلامك هذا، ويستفتون سماحة المفتي في أمور دينهم وعقيدتهم إلى آخر هذيان. وأقول أهل السنة لا يستهجنون، ودع أهل السنة يتكلمون، وهم فيهم ألسنة، والحمد لله رب العالمين. فإن كانوا يستهجنون كلامي فليعلنوا ذلك، فليعلنوا الآن نحن نستهجن كلامك. فضل هذا من أخي دعه يتم كما طرقت. يعتذر لأنه خالف الأمر. شيخان لا تخرج الله. طيب، المهم أنهم، أنا لا أشكك أبدا في التآلف ولا في الترابط بين أهل عمان، في الحقيقة لا أشكك أبدا في التآلف والإخاء الذي بينهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم الأمن والإخاء والترابط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما دخل هذا مع المسائل العلمية؟ هل أنا أهيج أهل عمان بعضهم على بعض؟ الآن نحن نتكلم في مسائل، نتكلم في مسائل علمية مطروحة على الساحة، يطرحها الأخ مسعود المقبالي، كمسألة رؤية الله عز وجل، كمسألة خلق القرآن الكريم، كمسألة حجية خبر الواحد، إلى آخر هذه المسائل العلمية التي هي على الساحة. كوني أنصح أهل السنة بالثبات، أو أنصح المسلمين عموما بالثبات، ما الذي يستهجن في هذا الأمر؟
ما الذي يستهجن في نصيحتي لأهل السنة؟ هذا سؤال مواجه. حينما يقول إنسان لمن يحبهم ومن يقربهم اثبتوا على الحق، ألم يقل أحد علمائكم لأتباعه اثبتوا على الحق؟ على الحق، لا أقول اثبتوا على ما أنا عليه، وإنما أقول اثبتوا على الحق، والحق في نظري ما أنا عليه، وكلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. فليس شيء يستهجن بفضل الله رب العالمين من كلامي. هذا ما أريد أن أعقب به على هذه المقدمة الذي رماني فيها بالهراء، ورماني بأنني أهيج إلى آخر هذا الكلام. أستأذن الشيخين في هذا، يعني قد تكلمت يعني سيادتك بكلام لا يليق، ورد عليك يعني الشيخ بمثل في هذه الجلسة الآن، لا أتكلم عن إيه، عن الذي حدث قبل ذلك. فإن شاء الله رب العالمين يعني سيستقيم أمرنا على الصواب، يعني ما لوش لازمة للكلام ده ولا الكلام ده. الهراء الذي تكلم به كده احنا مش هنمشي، يعني كده احنا عايزين بقى لحو شيخ. تفضل يا شيخ. قلت له الى اخر هرائه او هذيانه ردا على عبارته. نعم. كم مرة كرر نتحدث عن الغضب، كلامنا فيما نحن فيه الان، كونوا قوامين بالقصة. نعم، وانا كذلك، انا ها هنا قرأته. يعني ما الذي يعنيه بداية، ما الذي تعنيه بقولك الى اخر هرائه كده؟ يعني هل لا، معذره انا اسف يا استاذنا، ما جلست يا سيد الفاضل، يعني ساوقف كل شيء، يعني ما جلست هذه الجلسه الا من اجل انت من بدا يا استاذنا. طيب بدات انت من بدا في هذا الكلام وكرر ورد. لا لا لم توقف. سبحان الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فهذا انت يا سيد الفاضل، انت بدات بكلام يا سيد الفاضل، يعني اسمع مني. انت بدات بكلام يهيج يهيجه، وقد رد عليك بمثل وانتهت المساله. اما يعني اي كلام بالمثلين، اي كلام بالمثلين ام بمثل، معك بالمثلين، تمام؟ طيب ما هو ردك عليه كحكم؟ رد عليك حكم أنني أوقفت يا سيد الفضل، أنني أوقفت أي كلام يعني يخص هذا الأمر يعني مرة أخرى. هل أخطأ؟ أنت من بدأ بالخطأ ورد عليك بخطأ، وسنوقف الأمر عند هذا الحد. رد عليك بمثلين. نعم بمثلين. أخطأ أم لم يخطئ؟ يا سيد الفضل، من الذي بدأ؟ ما العبرة بالبدء برضه، يعني هو خطأه أكبر من خطأك، ولكن يعني كبر خطأك بسبب ماذا؟ بسبب بدئك أنك بدأت. خطأه أكبر من خطأي؟ يا سيد الفاضل، يعني ليست هذه نقطة البحث. احنا بنخلع لا ما عشان بقى ايه يعني العرعور. لا يا سيد الفاضل، عرعور مش عرعور يا أستاذ الفاضل. احنا جئنا لأمر معين، خدت بقى حضرتك، ملوش علاقة بقى لا بكده ولا بكده. هو علاقة، لما ليس له علاقة؟ هذا الرجل بدأ أولا بالاحتقار والانتقاص، فلا بد من رد عليه. ما تفضل في هذه الجلسة؟ هذه الجلسة مرتبطة بما قبلها. لا لا، هل اشترطت أنت؟ هل اشترطت أنت ألا لا علاقة هذه؟ ها أنا أشترط الآن. بعد أن نعم قبل ذلك لم تشترط؟ نعم لم أشترط قبل ذلك. وإلا سأتيك بكلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية من على الشبكة، وكلامه ابن عثيمين، وإلى آخر كلامه. يا أستاذنا الفاضل، وأنا في إمكانياتي في كلامكم عن يا جماعة إذا مش هنصل لشيء. إذا فلنكن في نقطة البحث، فات الآن أكثر من نصف ساعة، ولا أسميه عروبا، ولكن دعك من هذا الكلام. يا أخي في الوقت يعني فيما جئنا من أجله. سموا المسلم ما هو أكثر من ذلك، فلك أن تقول هروب، ولك أن تسميه كفرة كما سماه أسلافك. نعم. وهناك ألقاب لا كده كلام ألقاب. مش هينفع الكلام فضل. يا جماعة فضل. يا جماعة لم يستقيم الكلام هكذا. فضل. واخد بال حضرتك، وما هكذا يعني إيه؟ من الذي بدأ؟ سؤال إليك. يا سيد الفضل، يا جماعة بعد إذنكم يا جماعة، أي كلام اضبط لسانك. نضبطه. اضبطه يا جدعان، تمتثل لبط اللسان. انا ضبطته وبس. نحن نبتعد الان عن المضمار، النصر لا يكون بهذا الكلام. من يريد النصر؟ قل الشيء. نعم. طب خلاص، انا قلت يعني لكم انتم الاثنين، انتهى الامر عند ذلك، واخد بال حضرتك، فلنتكلم فيما جئنا من اجله وفيما جلسنا من اجله. جلسنا الان من اجل المناظره في شان ماذا؟ في شأن موضوع الرؤية. ألست معي في ذلك؟ تفضل. ألست معي يا أستاذنا في ذلك؟ نعم. نعم. وأنت يا أستاذنا ألست معي في ذلك؟ بلد. وآسف لأنني لم أذكرها يعني ابتداء، فهذا يعني من باب الإيه؟ من باب العدل. ألست معي في ذلك؟ بلى. نعم. الله المستعان. تفضل يا شيخنا، لك يعني الإيه؟ وقتك الآن. ليبدأ هو بطرح حججه على مسألة الرؤية. طيب، يعني أترضى أن تبدأ أنت يا أستاذنا؟ نبدأ. طيب، تفضل بالبدء.
احسب يا اخي الوقت من الان، لك 5 دقائق يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى وتوشك ألا تستقصى، منها قول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها أنه لا يظن بكليم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، والفرعونية والجهمية ليسوا بأعلم بالله تبارك وتعالى من موسى بن عمران، ومما يستحيل عليه ويجب له، وليسوا أشد تنزيها له منه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على كليمه موسى هذا السؤال، كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه حينما سأل موسى، حينما سأل نوح نجاة ابنه أنكر الله سبحانه وتعالى عليه: إني أعذك أن تكون من الجاهلين، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الوجه الثالث أنه أجابه بقوله: لم تراني، ولم يقل: إني لا أرى، ولا إني لست بمرئي، ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله واضح لكل ذي عينين، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع، وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره سبحانه، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، ولو كانت الرؤية محالة لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، فالأمران عندكم سواء. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما كما أخبر بنفسه عن هذا سبحانه وتعالى، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. نعم. الدليل الثاني قوله تعالى، إذن الدليل اللي عرفنا وعرفنا وجوه الدلالة، سأذكر الأدلة وسأذكر الجواز. الدليل الثاني قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا، تحيتهم يوم ألقونه سلام، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فمن كان يرجو لقاء ربه. هذه آيات أجمع أهل اللسان العربي على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية،
ولا ينتقد هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة ثم يحجبون بعد ذلك. الدليل الثالث قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أختم إن شاء الله بالدليل الخامس، قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثم أدلة أخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترك الأخ مسعود للمناقشة وللمحاورة وللاعتراض إن شاء. كم الوقت بالضبط؟ 6 دقائق. تفضل يا أستاذنا لك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي طلبناه نصا قطعي الدلالة على أن الله يرى في الجنة، والذي دلل عليه الشيخ فيما يبدو في أول دليل من أدلة القرآن هو جواز رؤية الله سبحانه وتعالى. لا على أنها لا، يعني أن الدليل الأول ليس دليلا صريحا على رؤية الله في الجنة وإنما على جوازها. قوله بأن موسى لا يسأل الله تعالى ما لا يجوز، نقول إذن من أي شيء تاب؟ من أي شيء تاب موسى فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين؟ إما أن يكون قد سأل الله تبارك وتعالى ما يجوز رؤية موسى، ما يجوز أن يسأله ربه تبارك وتعالى، فالتوبة لا تكون من جائز. وإما أن يكون قد سأل الله تعالى محالا، الأنبياء لا يجهلون ما يليق بالله تبارك وتعالى ما لا يليق. على أن هناك من أجاب من أهل العلم بجواب فقالوا أن انتفاء الرؤية أمر سمعي وليس من الأمور العقلية. انتفاء الرؤية أمر سمعي وليس عقلية، ولذلك جاز أن لا يعلمه موسى عليه السلام إلا بقوله تبارك وتعالى لن تراني. والعجب كل العجب من الاستدلال بسؤال موسى وإهمال نفي الله سبحانه وتعالى بقوله لن تراني، والنفي متعلق بالذات العلية لا بما لا يجوز تغير بما يجوز تغيره. الذات الإلهية لا يمكن أن تتغير بحال في الدنيا عن الآخرة، ومن حال إلى حال، ومن وضع إلى ومن زمن إلى زمن. فالنفي متوجه إلى ذات الله لن تراني. وبما أن النفي متوجه إلى ما لا يجوز تغيره فإن النفي لا يجوز أن يتغير. فموسى عليه السلام إذن تاب من السؤال نفسه، وهذا جواب آخر من أجوبة أهل العلم أنهم لأنه تاب من نفس السؤال، لا لأنه يجهل أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، ولكنه سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية. فلما أعلمه الله أنه لا يمكن أن يرى لن تراني قال سبحانك تبت إليك. فالحجة سبحانه، فالحجة لن تراني لا سؤال موسى عليه السلام. أما قوله لم ينكر عليه فيكفي النفي أنه قال لن تراني، وكما قلت النفي متعلق بما لا يجوز تغيره فلا يجوز أن يتغير وهو الله سبحانه وتعالى. قوله قدرة الله تعالى على أن يثبت الجبل، علم الله أزلا أن الجبل لم يثبت لن يثبت، علم الله أزلا أن الجبل لن يثبت، وهذا دليل على أنها لا يمكن أن تتحقق. لا يمكن أن يثبت الجبل، علم الله أن الجبل لا يمكن أن يثبت، وهذا دليل على أنها لا يمكن أن تتحقق لتعلقه، لتعلق النفي بما علم الله استحالة ثباته أو ثبوته. التجلي لفظ غير صريح في الرؤية، أنك تقول إذا كان الجبل رأى الله سبحانه وتعالى أفلا يجوز أن يراه موسى، أفلا يجوز أن يراه موسى. تجلى لفظ، نحن قلنا في بداية أو قبل المناظرة لا بد من الاحتجاج بالنص القطعي، فهل تجلى نص قطعي على أن الجبل رأى الله سبحانه وتعالى ولذلك اندك؟
لا يجوز الرؤية إلا لا يجوز إنكار الرؤية إلا بإنكار الكلام. من قال ذلك؟ الكلام ثبت بالنص القطعي. الكلام ثبت بالنص القطعي، وأما الرؤية لم تثبت نص قطعي. الدليل الثاني الذي استدل به للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الزيادة في لغة العرب من جنس المزيد، ثانيا تكون أقل من المزيد، ثم إن أفضل ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، قال سبحانه وتعالى وسنزيد المحسنين. سنزيد المحسنين، هل معنى ذلك أنه سيزيدهم رؤيته؟ الزيادة من جنس المزيد، هذا أولا. الزيادة تكون أقل من المزيد، ثم أين النص القطعي في الذين أحسنوا الحسنى والزيادة على أن المقصود بها الرؤية؟ أين النص القطعي؟ أين التنصيص هنا؟ الذي طالبتك به هو النص القطعي، فلا قطع في سؤال موسى عليه السلام للرؤية، ولا تنصيص في الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ولأنه كنت تمنيت أنه يورد دليلا ثم أتعقبه، ولذلك التعقيب لابد أن يكون أطول من التعقيب. نعم صحيح، يكون أطول من نعم صح نعم. وذلك نجعله في الدليل الأول ألا وهو لم ترن، يعني نكون مع الدليل الأول إلى أن وننتقل إلى دليل آخر. نعم نعم صح، هذا كلام صحيح. خمس ست دقائق محمد استفهام بس سريع في نفس النقطة سريعا، يعني الشيخ هو الجواب عليه وقت، هو الآن يعني إذا كان موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى التوبة، يعني هو تاب إلى الله، وهو ما علم بالذنب ما علم به إلا عندما قال لن تراني، لأنه طبعا هو الشيخ مسعود تفضل وقال إن هو المعرفة، المعرفة دي ليست عقلية، هي نقلية بالسمع. طب من أي شيء تاب موسى؟ يعني إذا كان هو النص اللي هو يحرم عليه هذا هو ما علمه إلا بعده، فالتوبة من أي شيء؟ إن قبل الشيخ أن يجيب الآن فله ذلك، وإن يعني أراد أن يعني يظل السؤال يعني نهاية الجلسة فله ذلك أيضا، كما قلنا في نهاية الجلسة تأتي الأسئلة. نعم كما قال سابقا، يعني من يريد يعني سؤالا فليكتبه، يعني سواء لي أو له. نعم لك الوقت أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أول سؤال سأله الشيخ مسعود مستغربا ومتعجبا من استدلالي بهذه الآية رب أرني أنظر إليك، يقول من أي شيء تاب؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى كان قد أخبره أنه لا يرى جهرة في الدنيا حينما سأل قوم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة، فهو لما كلمه الله سبحانه وتعالى طمع في رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم أحدا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا سبحانه وتعالى كما قال في كتاب، فكلم الله موسى تكليما، فلما كلمه طمع في رؤيته فسأل الرؤية وهو يعلم أن الرؤية جائزة، والله سبحانه وتعالى أخبره بأنه لن يراه في الدنيا، قال لن تراني، وهذا النفي متعلق في الدنيا. هو أيضا عشان برضو يعني كل الأجوبة التي أجاب بها متعلقة ببعضها، من أي شيء تاب؟ هو أيضا قال نفي الرؤية سمعي، نفي الرؤية سمعي وليس عقليا، فهو جاز له أن يسأل الله عز وجل هذا السؤال إلى أن جاء له الدليل السمعي النقلي، فأنا أورد عليه السؤال إذن فمن أي شيء تاب؟ فعليه أن يسكت هذه، نسكتها أم نسكت هذه أم لا؟ قل أكمل ما عندك كل تعقيبات. ماشي إما أن نسكت هذه نفي الرؤية سمعي وليس نقليا، وإما أن يظل يعني محتجا بها. الأمر الثاني النفي متعلق بالذات والذات لا تتغير، النفي متعلق بالذات والذات لا تتغير. أولا النفي هنا ليس متعلقا بالذات، لا نسلم له ابتداء أن النفي متعلق بالذات، بل النفي متعلق بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى لم يكن له لم أرى، لست بمرئي، لا تجوز رؤيتي، وإنما جعل الأمر عنده هو، قال لن تراني، وموسى يعلم أنه لا يستطيع أن يرى الله بنفسه،
لذلك قال لرب العزة سبحانه وتعالى أرني، فطلب منه الإراءة أرني أنظر إليك، فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل أمامك شامخ وراسخ وأقوى منك، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأمره بالنظر إلى الجبل لأن الحق سبحانه وتعالى سيتجلى عليه، كما قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن النفي ليس متعلقا بالذات والذات لا تتغير. نعم الذات لا تتغير، هذا القدر قدر صحيح، الذات لا تتغير، أما نحن ستتغير أحوالنا في الآخرة، وهذا ثابت ثبوتا قطعيا لا شك فيه ولا ريب يعتريه، من صورة ومن هيئة ومن قوة سنتغير تغيرا كاملا، وأظنه يشاركني في هذا القدر أيضا، وهو أننا سنتغير وسيكون فينا يعني قوة، سيجعل الله سبحانه وتعالى فينا قوة ويجعلنا على صورة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى آخر هذه التغيرات. علم الله أن الجبل لم يثبت، لن يثبت، لم تفرق بينها لا بأس، لن يثبت، نعم علم الله ذلك سبحانه وتعالى، ولكن ثبوت الجبل مقدور في قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل يثبت، وإلا لكان عاجزا عن ذلك، والعجز على الله سبحانه وتعالى محال، والعجز على الله سبحانه وتعالى محال. إذن فرق بين العلم وبين الإمكان، نعم علم الله سبحانه وتعالى أن الجبل لن يثبت، ولكن يمكن جدا أن يثبت الجبل بقدرة الله سبحانه وتعالى، ففرق بين العلم والإمكان، فرق بين العلم والإمكان. أمر آخر يقول التجلي نص ليس قطعيا، التجلي نص ليس قطعيا، وأنا لا أدري ما الذي يقصده بقوله ليس قطعيا، ليس قطعيا في مسألة الرؤية، أم أن التجلي لا ليس معناه الظهور بأنه قد ظهر وتجلى للجبل، هل هناك أحد ينكر أن التجلي بمعنى والوضوح؟ يقول الكلام ثبت بنص قطعي، أما الرؤية لم تثبت بنص قطعي، وهذا خطأ منهجي، لأنه الآن ينكر مسألة خلاف بيننا فصار يحتج بالخلاف، يقول لم يثبت بنص قطعي، أنا أقول لا لا، الرؤية ثبتت بنص قطعي، فكيف يحتج بما أخالفه فيه؟ فهذه بعض الإيرادات على كلامه حفظه الله، وأكتفي بذلك. نعم تفضل يا شيخ، ابدا الوقت. الحمد لله. قلت بأن سؤال موسى عليه السلام قد أجاب عنه أهل العلم بجوابين، الجواب الأول قلت نعم تفضل، قلت بأن أهل العلم أجابوا بجوابين، الجواب الأول هو أن موسى عليه السلام أن انتفاء الرؤية أمر سمعي لا أمر عقلي، كذا قلت. قال بعض أهل العلم وقيد هذا تأخذ به، قلت قال بعض أهل العلم أن انتفاء الرؤية أمر سمعي لم يكن يعلمه موسى عليه السلام، وعلوم الأنبياء عموما كسبية، علوم الأنبياء كسبية تكتسب بطريق الوحي ويجتهدون، وقد يأتي الوحي بتصويب اجتهاداتهم، وقد استدللتم كذلك بسؤال موسى عليه السلام نجاة ابنه، بسؤال موسى نوح عليه السلام أن ينجي الله ابنه، فصوب الله تبارك وتعالى سؤال نوح عليه السلام. فانتفاء الرؤية قال بعض أهل العلم أمر سمعي، فعلم الله موسى عليه السلام أنه لن يراه، ثم أكد له انتفاء ذلك بأن أراه هذه الآية العظمى والكبرى. ونحن نعتقد أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية لم يكن لنفسه ولم يكن لجهله،
بأن الله تعالى لا يرى لم يكن لجهله بأن الله لا يرى، وإنما ردا للجاجات قومه الذين كرروا عليه مرارا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقد شنع الله تبارك وتعالى عليهم وقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. فأراد موسى عليه السلام تبكيتهم، وهذا المنهج منهج لم ينفرد به موسى أن يسأل الرؤيا، فقد نهج هذا النهج إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يبكت قومه، قال للكوكب هذا ربي، وقال للقمر هذا ربي، وقال للشمس هذا ربي، ولم يكن يعتقد ألوهية تلك الأجرام وتلك الأجسام، وإنما أراد أن يبكت قومه بهذا المنهج وهذا الأسلوب. ونفس الأسلوب هذا وهذا الأسلوب نفسه استخدمه موسى عليه السلام، فقال رب أرني أنظر إليك، لا لاعتقاده جواز الرؤية، لا لأنه يعتقد جوازها، ولكن ليبكت قومه. ثم قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، كذا قال أهل العلم أنه لا يراك أحد. قولك بأن النفي غير متعلق بالذات، من أين أتيت بذلك أن النفي غير متعلق بالذات؟ إنك لن تراني، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الرؤية، وانتفاء الرؤية ليس بهذا النص، نحن لا نتعلق بهذا النص فقط في انتفاء الرؤية، لكن هذا النص يؤكده قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، لا بصر موسى فقط لا تدركه الأبصار، وهذا أيضا انتفاء متوجه إلى الذات العلية لا إلى أبصار المبصرين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله قادر على أن يثبت الجبل. قلت علق الله تبارك وتعالى الرؤية أو استحالة الرؤية على ما علم استحالته سبحانه. أما أن تقول ثبات، هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي، تقول لي علم الله سبحانه وتعالى جواز، تقول لي ثبات الجبل جائز، فدل ذلك على جواز الرؤية. أقول علم الله أن الجبل لن يثبت، فعلق الله تعالى استحالة الرؤية على ما علم استحالة ثباته، فعلم استحالة الرؤية. هذا هو الجواب الذي جبتك عليه آنفا. و أكتفي بهذا الآن. سيدي ممكن خلاص احنا العصر هذا بس سيدي، ممكن سؤال الى متى سيستمر المناظره؟ ساعه ونص ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات والله حتى يكتفي يعني الاثنين حتى يكتفي. طب نوقف التسجيل نكمل الى الاقامه إن شاء الله. نعم أجيب عن هذه الإيرادات. نبدأ أولا أوضح بما أن أورد سؤال أوضح أمر وكي لا يقول قائل معذرة أنا يعني أقفلت عليهم بيه. أنا أكلم الأخ الحكم أيضا. لا معذرة لا دعه الأول يعني يكمل ما يعني ما أوقيته وما لناش دعوة قلنا بالخارج وأنت هذا كلامك أنت نحن أي إجابة على سؤال أو أي حاجة يكون بعد الكلام أنا أسف يا أستاذ. تفضل. هو يقول انظر إلى التناقض، انظر إلى التناقض، يقول طلب موسى الرؤيا ردا لكلام قومه أراد تبكيته وقال منذ قليل من أي شيء تاب، فموسى أذنب بسؤال الله عز وجل ما لا يجوز عليه، وهنا لم يذنب لأنه مثله كمثل إبراهيم، والله سبحانه وتعالى ما ذكر أن إبراهيم تاب من قوله هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، لم يتب من ذلك، بل قال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ففرق كبير بين إبراهيم وموسى في ذلك. هذا كلام غريب جدا، نفي الرؤية سمعي وليس عقليا، إذن فمن أي شيء تاب؟ هذا سؤال يورد عليه وقد سأله منذ قليل، فهذا تناقض في الكلام. وشبه موسى بإبراهيم، والله سبحانه وتعالى ما ذكر أن إبراهيم قال تبت إليك، وإنما قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
يقول النفي متعلق بالذات، يوضحه قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا كلام غير صحيح كما سيأتي في حينه في الكلام على قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. فقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير من أدلة أهل السنة والجماعة على رؤية الله سبحانه وتعالى، أو على حتى يكون الكلام منضبطا على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى. وأذكر كلمة قالها في البداية أيضا، قال قول الله عز وجل رب أرني أنظر إليك تدل على الجواز ولا تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فأنا أوجه إليه السؤال أتعترف بالجواز؟ هذا الكلام مسجل، قال تدل على الجواز ولا تدل على رؤية الله، نحن نتكلم عن رؤية الله في الآخرة، وهذه الآية إنما تدل على الجواز لا على رؤية الله. فسؤال، أتعترف بجواز رؤية الله ابتداء؟ الأمر الثاني، النفي متعلق بالذات، لا النفي ليس متعلقا بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى قال لن أرى ولم يكن لست بمرئي ولم يكن لا تجوز رؤيتي، وإنما علق الأمر على موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أما نفي ويقول كيف تقول هذا ودليلنا أنه قال له لن تراني، نعم قال له لن تراني أي في الدنيا، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن لن لا تفيد تأبيد النفي، لن تفيد النفي والنصب والاستقبال، وقد أنكر ابن مالك في ألفيته على من قال بأن لن تفيد النفي، وهذا مولد في لغة العرب لا تعرفه العرب، بل قال الله سبحانه وتعالى على لسان بعض إخوة يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقالت مريم عليها السلام فلن أكلم اليوم، وقال تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، والضمير في قوله ولن يتمنوه عائد على الموت وهو معلوم، ومع ذلك أخبر سبحانه وتعالى أنهم يتمنون الموت وهم في نار جهنم، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون الآيات. إذن ثبت أن النفي متعلق بما في حال الدنيا، واحد، ثبت أن النفي متعلق بموسى في حال الدنيا وليس متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى. ثبت أن موسى ما أراد تبكيت قومه وإنما أراد رؤية الله سبحانه وتعالى، فالله حكى عنه هذا الكلام، فلما كلمه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، الله عز وجل قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن التجلي في قوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل هذا من أبين الأدلة على جواز رؤية الله تبارك، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد جاز أن يتجلى للمخلوق الذي له ثواب وعليه عقاب. فتح الله تفضل. الحمد لله. أرجو أن تنبه أيضا على النقاط التي أجبت عنها أو هو أجاب عنها، وتذكر أنه عليه كذا وعليه هو يدونها حتى يرد عليها يعني واحدا واحدا. الحمد لله. قال من أي شيء تاب؟ قلنا تاب من السؤال. سبحانك تبت إليك أي من السؤال، لا من العقيدة، لا لكونه كان يعتقد ثم تاب من عقيدته، تاب من استخدام هذه الوسيلة لتبكيت قومه وإقناعهم، قولك هل أعتقد جواز الرؤية؟ لم أقل ذلك أنا، لا تقولني ما لم أقل. المناظرة موجودة، لا شك، لا يحكم يعني من يشاهدنا الآن، لا لم أقل، وإنما قلت أنت أتيت بأدلة
الجواز التي عندكم، أدلة الجواز التي عندكم، أي تستدل بدليل جواز الرؤية عندكم لا عندنا. فهذا وأظنك تسلم بأن هذا الدليل ليس من أدلة ثبوت الرؤية في الجنة، وإنما من أدلة جوازها، أليس كذلك؟ نعم، هي بلى من أدلة جوازها. بلى، هي من أدلة جوازها، من أدلة جوازها لا من أدلة ثبوت الرؤية. وهذا الذي أعنيه عندما قلت لك أنت تحتج بحجة جواز الرؤية لا بدليل ثبوتها في الجنة، مع أنه لا يدل على جوازها. نحن لا نقول بأنها دليل على جوازها، لأن الله قال لن تراني، والنفي متعلق بذات الله كما قلت. كيف؟ والنفي كلام مخاطب لموسى، لن تراني، حصره في موسى لا يدل على أن غيره يمكن أن يراه. أين الدليل على أن غيره يمكن أن يراه؟ فلما تجلى ربه للجبل. التجلي، لفظ التجلي نص قطعي على أن الجبل رآه. نعم، بأنه ظهر له، بأنه ظهر له بعد اختفاء. نعم، أن الله كان مختفيا، مختفيا فظهر. أن الله عز وجل لم يظهر للجبل إلا في هذا الوقت، كان مختفيا فظهر. الله سبحانه وتعالى تعرف على الجبل بذاته، كان الله مختفيا فتجلى. هذه كلمتك أنت، ما الذي تفهمه؟ هل أنت تسمي، اسمعني، أنت الآن لا ترى الله، فهل تسمي الله مختفيا عنك؟ أنت قلت، هل تقول الله مختفي عني؟ ولا نقول عنه أنه احتجب عن خلقه، لكن خلقه حجب، حجب خلقه عنه. ولا نقال أن نقول أن الله محتجب ثم تجلى وظهر. هذا كلام الله، قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، فيكون أنا أصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه. فلما تجلى ربه للجبل بعد اختفاء، بعد اختفاء، فسرها أنت، فسرها أنت. طيب، لم يكن متجليا، ماذا معنى لم يكن متجليا؟ يعني أنه رآه الجبل، أليس كذلك؟ نعم، هو تجلى للجبل بعد أن لم يكن متجليا، أي أنه لم يكن مرئيا. طيب، يعني نقف عند هذا الحد حتى نصلي. ما هو الحد وما الذي وقفنا عنده؟ وما تركتهما يعني يتناقشان إلا يعني برغبة الشيخ مسعود، هو الذي سأله وطرح عليه، ووجدته يعني يريد ذلك، يعني أن يعني يستفهم منه وأن يجيب الآخر. ألست معي في ذلك؟ لابد فيها منه. نعم، لذا تركتكما يعني تتناقشان فيها. نعم، نقف عند هذا الحد حتى نصلي، لأن الصلاة يعني الآن نتوجه إلى صلاة العصر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العصر. قال قول الله عز وجل رب أرني أنظر إليك تدل على الجواز ولا تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فأنا أوجه إليه السؤال، أتعترف بالجواز؟ هذا الكلام مسجل، قال تدل على الجواز ولا تدل على رؤية الله. نحن نتكلم عن رؤية الله في الآخرة، وهذه الآية إنما تدل على الجواز لا على رؤية الله. فسؤال، أتعترف بجواز رؤية الله ابتداء؟ قولك هل أعتقد جواز الرؤية؟ لم أقل ذلك أنا، لا تقول لما لم أقل. المناظرة موجودة، لا شك، لا يحكم يعني من يشاهدنا الآن. الذي طلبناه نصا قطعي الدلالة على أن الله يرى في الجنة، والذي دلل عليه الشيخ فيما يبدو في أول دليل من أدلة القرآن هو جواز رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. لا على أنها لا، يعني أن الدليل الأول ليس دليلا صريحا على رؤية الله في الجنة، وإنما على جواز مذهبه وعقيدته بحق. وها أنا أفتحه الآن للحاجة الماسة لذلك، ولكن بضوابط. أول هذه الضوابط عدم السب والشتم واللعن، فليس من أصول أهل السنة الشتم، وكذا ليس من أصول الإباضية الشتم أو السب أو ما شابه. ألستم معي في ذلك؟ فها نحن يعني نفتح الآن يعني باب المناقشة، يعني حتى يسأل يعني كل واحد فيكم عما بدا له، يعني ولكن الرد بالضوابط التي يعني سقتها على حضراتكم، والله المستعان. وكنا قد أنهينا الكلام في المرة الفائتة، كان الشيخ يعني مسعود
هو الذي أراد أن يعني يسأله وأن يفتح الإيه الباب المناقشة، وها نحن الآن يعني إيه نلتزم أيضا بهذا الأمر ويبدأ الشيخ في إيه السؤال إن شاء الله، لأنه يعني إيه دوره. نعم تفضل يا أستاذ. قال التوقيت على فكرة عزيزي شيخ محمد بعد إذنك يعني نستحسن إن هو يكون عشان يكون في ترابط بين ما بين الشيخين يعني ترابط يعني قصدي ما يكونش وقت ويتكلم يحس إن إحنا بنتوه برضه نوعا ما، لكن هو مثلا لو الشيخ مسؤول سؤال والرد والشيخ حسام يكون ملزم بالإجابة على نفس يعني نعم هو كذلك يعني ده كمان وقت، والشيخ مثلا مسعود هيتكلم هيطرح سؤال الشيخ حسام ملزم إنه يجاوب بالسؤال ده. طب نحط حتى أقصى للوقت يعني برضه لا يزيد عن خمس دقائق في الوقت برضه عشان ما يبقاش ايه ما نقعدش نرد في كتير يعني هيكون بما يتناسب ايش ولا رايك يا شيخ مسعود يعني يكون حتى هيكون في شكل اللي هيكون في الترابط احسن ما بيننا احنا المستمعين. نعم هي ساعه ان شاء الله باذن الله. طيب اتفضل يا استاذنا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت دليلا من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز رؤية الله تبارك وتعالى، فذكرت قول الحق سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآية، والشيخ قال فمن أي شيء تاب، ثم قال نفي الرؤية سمعي وليس قطعيا، فأوردنا عليه السؤال لما كان ذلك كذلك فمن أي شيء تاب أليس هذا تناقضا؟ قال لا، بل تاب من سؤاله لله عز وجل هذا السؤال، تاب من مجرد السؤال، تاب من مجرد السؤال. لما سأل؟ سأل ذلك تبكيتا لقومه وتسكيتا لهم. طب يعني الذي عليك الآن يا أستاذنا أن تطرح السؤال مرة أخرى يعني وله أن يجيب يعني بما شاء. أنا أذكر الآن يعني ما حدث وما وقفنا عنده. تمام. أقول إذا كان تاب من إذا كان قد سأل من أجل تبكيتهم فمن أي شيء تاب؟ هو أراد تبكيتهم ومثل هو بإبراهيم. مثل بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم ما تاب من قوله هذا ربي ما تاب، بل قال الله سبحانه وتعالى مادحا له وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فمن أي شيء تاب. وموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية لم يكن ثم قومه، وإنما ذهب وترك هارون خليفة عنه في قومه، يا هارون اخلفني في قومي وأصلح، وذهب هو للقاء الله سبحانه وتعالى، فسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال وليس ثم قومه، فأين التبكيت؟ وهل لو سأل للتبكيت عليه أن يتوب؟ هو يبين الحق على حد زعمه، فهل يتوب الإنسان من تبيين الحق؟ هذه أسئلة حائرة أريد جوابا عنها منه. طبعا معذورة قد سردت يعني معلش يعني وضح يعني السؤال يعني معين دلوقتي بحيث نتناقش فيه، سؤال واحد الآن بقصر يعني كيف يريد التبكيت؟ كيف يريد التبكيت وليس ثم قوم؟ هذا سؤال. فإن كان أراد التبكيت وصح أنه يريد التبكيت فكيف يتوب من تبيين الحق؟ وصل يا أستاذنا؟ أجب يا أستاذنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كان دليلنا على أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية لقومه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى مرارا عن قومه أنهم هم من سألوا رؤية الله تبارك وتعالى، ولم يكن من موسى أن ابتدأ بسؤال الرؤية إطلاقا ولم يذكرها، والله هو الذي قال فقد سألوا موسى
قومه سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، فأخبرنا الله أن قومه هم من ألحوا عليه، فكان تبكيتا من موسى عليه السلام لقومه قال رب أرني أنظر إليك قال إنك لن ترى، قال لن ترى، قال لن ترى، تبكيتا لقومه. وبقول الله لن تراني تنتفق، بقوله لن تراني تنتفق. وقد أوردتم أنتم قبل انقطاع المناظرة لن ونفي التأديب، فإن أوردتموه مرة أخرى أوردتها أو أرد عليه الآن الأمر إليكم. فمن أي شيء تاب؟ أجبت عن هذا آنفا وقلت تاب من نفس السؤال لا لكونه يعتقد أن الله تعالى يراه، كاستخدام السؤال وسيلة لإقناع قومه بأن الله تبارك وتعالى لا يرى، هذا نفسه هو الذي تاب منه. ولذلك أنا أردت عليك السؤال ولم تجبني، وإنما يتوب من تبيين الحق. قد يكون سبل تبيين الحق اجتهادية، تكون سبل تبيين الحق اجتهادية. ألم يعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابن أم مكتوم فصوب الله تعالى له وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ ما كان صلى الله عليه وسلم يريد باطلا حاشا، فصوب الله تعالى له. فكذلك موسى عليه السلام أراد بهذه الوسيلة أن يقنع قومه فصوب الله تعالى له وقال إنك لن تراني، ولذلك عاد موسى بعد ذلك ليصرح بعقيدته التي استقرت ابتداء في نفسه ولم تتزعزع طرفة عين حينما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال أهل التفسير أنه لا يراك أحد، أنه لا يراك، ما قال أنا أول، ما قال أهل التفسير أنني لا يمكن لي أن أراك، وأنت تحتج بفهم السلف وهذا فهم السلف. أين هم؟ هذا لم يقل، راجعكم التفسير، هاتوا التفسير، لم يقل أي شيء، لم يقل من، لم يقل موسى عليه السلام تبت إليك أنه وأنا أول من أني لا أراك، أو أنني لا يمكن لي أن أراك، أو أنني عاجز عن رؤيتك، وإنما قال تبت إليك وأنا أول من أنه لا يراك أحد. مسألة لا يراك لا لا في الدنيا، قلنا هذا هذا متعلق بالدار، قلنا هذا متعلق بس هذا بس هو ذكر المفسرين، فهو المفسرون قيدوها بالدنيا، فهم ذكروا العبارة دي أنك لا ترى في الدنيا، هم قيدوها بالدنيا، هم ما يعني أهل التفسير يعني كل كتب التفسير قيدوها بالدنيا. هذا مبناه عقيدتهم، ولكن موسى عليه السلام ما فسر به كلامه أنه قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس ما أظن وأحسب إن لم تكن الذاكرة والذاكرة خؤون أنه قال آمنت أنه لا يراك أحد، ولم يقل لا يمكن لي أن أراك أو أنني عاجز عن رؤيتك. هذا نعم. أولا هذا ليس جوابا، لأن السؤال مطروح حتى الآن لم يجب عنه، كيف يتوب من تبيين الحق؟ هذه الوسيلة استخدمها، وشبه هذه الوسيلة بوسيلة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم حينما قال هذا ربي، هذه الوسيلة يجوز أيضا لإبراهيم أن يقول هذا ربي على نفس كلامه ولا يتوب. لم يتوب إبراهيم، لم يتوب من قوله هذا ربي، بل مدحه الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أريد أن أكرر كل ثانية كلامي، يعني كلامي واضح وكلامي الآن يظهر لمن يستمع إليه، كلامي واضح. إبراهيم لم يتب من قوله هذا ربي، بل مدحه الله رب العالمين بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم كيف يريد تبكيت قومه وقد سأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال وهو في مبعدة عن قومه؟ هل كلامه مفهوم؟ إذن تبين لنا أن السؤالين ما زالا مطروحين عليه ولم يجب عن شيء من ذلك. قد أجبت والله. تقتنع بهذه الإجابة؟ هذه إجابة. وسأعيد هات السؤال مباشرة وأجيبك عليه مباشرة. هات السؤال. السؤال كيف يريد تبكيت قومه
وقومه في مبعدة عنه. ألم أجب عن هذا؟ أجب. وقلت لك أنه قد هذا أمر اجتهادي وقد يخطئ فيه أو يخطئ، لا أقول يخطئ، لكن النبي يخالف الأولى من الأدب مع الأنبياء، أقول خالف الأولى. قل ألم أقول أن النبي قد يخالف الأولى؟ لأن وسائل الإصلاح اجتهادية ليست بالوحي، ومثلت على ذلك بعبس وتولى. ألم أقول ذلك؟ نعم. قلت فموسى عليه السلام استخدم هذه الوسيلة فصوب الله تعالى له وقال إنك لن ترى. أجبتك عن هذا أم لم أجب؟ وأنا مقتنع، وأنا مقتنع بصوابك. ممكن تفضل احنا باب النقاش، لأن احنا عايزين نسأل، عايزين نستفسر وكده. الأسئلة على طول، لا مش في النهاية. ما انت بس اسمعني، احنا كده في النهاية احنا عايزين 3 أيام نقعد نجيب على الأسئلة. لأن احنا شيخ عمر في شيخ من مشايخنا هو سيشاهد هذا الموضوع، قال من عادتهم المحاضرات، الذين تعودوا على المحاضرات في المجادلات والمناقشات العلمية في نفسه غليان وفي صدره لا بد أن يتكلم، ولذلك كان إذا حضر محاضرة يحضرها محاضر آخر ترك 5 دقائق في آخر المحاضرة قال هذا في نفسه شيء فدعه يتكلم. فنحن لا نقول لا تشاركوا، وإنما يكون في آخر المناظرة. تفضل. كل ما دونا هو يعني الشيخ حرص على نفسه ان يجيب عن تساؤلاتك ان شاء الله. نريد ساعة اترك على اخر 10 دقائق منها ساعة. لماذا؟ لا مش هتكفي 10 دقائق ان شاء الله، يعني هي لا تزيد عن ثلث الساعة ان شاء الله. يعني وانت اللي يعني الذي يعني ايه اخذت ان تجيب على ايه؟ على اسئلة الغليان يعني كما وصفت يعني. تمام؟ ماشي، فلنكمل ما كنا صادقين. انت سألت الشيخ السؤال. أيوة هتنزل كاملة كاملة. يعني أنت سألت الشيخ السؤال هل هذه إجابة؟ هو أجاب وقال هذه إجابتي. نعم. يعني وإيه؟ فلتكن يعني إجابة. نعم. فلتكن هذه الإجابة إجابته. تمام. فلتكن إجابة. نعم. عندك من سؤال آخر. كيف يتوب من شيء هو فيه يبين الحق؟ هو الآن كيف يريد أن يبكت قومه وقومه في مبعدة عنه؟ أجاب عنها. هذا السؤال ولا سؤالي؟ لا السؤال الأول سألت أي سؤال؟ السؤال الذي أجاب عنه توقف فيه الأخير. لا قال كيف يتوب من إيضاح الحق؟ نعم. فبين نعم. كيف يبكت قومه وقومه في مبعدة عنه؟ هو تصور أن هذا صواب وظن أن هذا هو منهج سليم في إقناع قومه وصوب الله له. انتهينا من هذا. هذه إجابتك؟ هذه هي إجابتي. هذه ليست إجابة عندي، ولكن هذه إجابتك. نعم. قلنا النفي متعلق بموسى عليه السلام لقوله تعالى لن تراني. تراني فعل مضارع منصوب بلن، منصوب بلن. وعلامة نصبه بسيط. طيب خلاص كده يعني يقصد يعني معلومه، يعني يقصد هو معلومه. نعم. حذف حرف العله علامه نصبه حذف حرف العله، ولا نون الوقايه، والياء هنا ضمير عائد على ضمير المفعول به. ضمير المفعول به. لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. خلاص. والله سبحانه وتعالى السؤال أن الله سبحانه وتعالى ما نفى الرؤية عن نفسه، وإنما رفى الرؤية لموسى له سبحانه. قال لن تراني، ولم يقل لم أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي. وقد أجبت عن هذا أيضا. لما لم يقل له لم أرى؟ هذا أجبت عنه أيضا. كذا لا نملي على الله ما يقول، ليس لنا أن نملي على الله. لما لم يقل الله عز وجل إني أعذك أن تكون من الجاهلين؟ لا نملي على الله ما يقول. قال الله لن تراني، وهذا يفي بالغرض. إن كان في فهمك لا يفي بالغرض. يكفي بالغرض عندي؟ يعني يكفي بالغرض عندي؟ نعم. يكفي بالغرض عندي؟ لغة. لغة؟ لا تقاطعني. طيب تفضل، إحنا نتناقش. لا أقاطع. قلت لغة. نعم. لن أفادت التأبيد في مواطن. لن أفادت التأبيد في مواضع لا أظنك تجهلها من كتاب الله سبحانه، ومنها قوله لن يخلق ذبابا، وهذا نفي يفيد التأبيد، أليس كذلك؟ نعم، هذا نفي يفيد التأبيد. فإذا أفادت لن التأبيد ده على حسب السياق. طيب على أحسنت،
ولما تعلق النفي بذات الله سبحانه وتعالى لم يجز أن يتغير ما وصف الله به نفسه. وقد أوردت عليك إرادا لما يأتي دوري في الأسئلة سأريدها، وقلت لك أن هذا هو الذي حتى منهجك يحتج به، وهو أن موسى قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى، أنه لا يراك أحد، ولم يقل أنني لن أراك، قال لا ترى. وكأن أهل العلم فهموا من قول الله تعالى لن تراني أي لا يرى سبحانه. يحتج علي بعلماء الذين يقولون بجواز رؤية الله عز وجل في الآخرة، بل يقولون بأن رؤية الله عز وجل في الآخرة من أفضل نعيم أهل الجنة. يقول هم يحتجوا بهذه الآية لم أرى، بأن معنى وأنا أول المؤمنين أنك لا يراك أحد. لا، هذا في الدنيا. نعم، لن يرى الله أحد في الدنيا. لما تعلق النفي بذات الله سبحانه لم يتعلق النفي بذات الله، لم يتعلق النفي بذات الله. عليه السلام هذا هو كلامه، هذا الذي فهمه منه أهل العلم، علماؤك الذين تحتجين، هذا الذي فهمه موسى تبت إليك، لم يقولوا أني لا يمكن لي أن أراك، أو أني لا يمكن لي لحواسي أن تراك. نعم، وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، أو لا يراك من خلقك أحد. لا يراك أحد في الدنيا، لا يراك أحد في الدنيا، والنفي متعلق بذات موسى. وإلا فقول الله سبحانه وتعالى عقيدتي أن أوصاف الله تبارك وتعالى لا تتغير. الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان القدرة على رؤيته يوم القيامة. المانع من رؤية الله تعالى جلاله وكبرياؤه لا عجز الإنسان على العجز. الله عز وجل بجلاله وكبريائه قادر على أن يري الإنسان نفسه سبحانه وتعالى. لن يريهم إلا إن أسقط رداء الكبرياء عن نفسه. سنتكلم في هذا. تفضل. نعم. في سؤال آخر. إن كانت الرؤية جائزة من أي شيء تهو موسى؟ إن كانت الرؤية جائزة؟ نعم. من أي شيء تهو موسى عليه السلام؟ إذا هذا سؤال يناقض قولك بأن نفي الرؤية أمر سمعي. هذا قلته وكررت مرارا، وقلت بأن هذا قول من أقوال أهل العلم، وأجبتك بالذي أعتقده. أنت ذكرت هذا القول محتجا به. قلت لك أجاب أهل العلم بجوابين عن هذه المسألة، أو بعض أهل العلم أجاوا بجوابين في الناس، يعني ترجعوا عن هذا القول الثاني؟ لا، أقول هذا قول من أقوالهم، لكن الذي أعتمده أن موسى سأل قوم، هذا الذي كررته مرارا. أقول لك أجيب عن هذا السؤال. تاب موسى لأنه سأل الله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن يسأله في الدنيا. إذن هو جاهل بما يجب، ما ينبغي ولا ينبغي الله. لا، هو لما كلمه الله سبحانه وتعالى طمع في رؤية، هو يعلم أنه يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى، فطمع أن يتكرم الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. إذن هو لا يعلم ما يجوز وما لا يجوز لله في الدنيا. الله سبحانه وتعالى حكم بذلك، خلاص حكم به أذلا أنه لن يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. وموسى لا يعلم. علمه الله سبحانه وتعالى. يعني موسى لا يعلم ما يليق بالله وما لا يليق. لا، هذا مش مسألة يليق أو ما لا يليق. يليق بالله أن يرى، يليق بالله أن يرى، هذا معتقدنا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى حكم بألا يرى في الدنيا، حكم بألا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. موسى عندما سأل الرؤيا كان يجهل أن الله يليق به الرؤيا ولا يليق. موسى حينما سؤال مرة ثانية السؤال عليه موسى عليه السلام عندما سأل الرؤيا كان يجهل أن الله يليق به أن يرى في الدنيا أو لا يليق. السؤال مغلوط. السؤال مغلوط. إزاي؟ أبين، وأنا أكتب لأبين. اتفضل. الله سبحانه وتعالى يرى. الله سبحانه وتعالى يرى. موسى سأل الله ذلك. الله عز وجل حكم ألا يرى في الدنيا.
هذا الحكم قد يجهله النبي. يعني موسى عليه السلام لا يعلم ما يليق بالله وما لا يليق بالرؤية في الدنيا، أنه يليق أو لا يليق لا يعلم. إذا كان الكلام واضح، الكلام واضح، لا الكلام واضح، الله سبحانه وتعالى يرى، أهي يرى أهي. الله عز وجل يرى، موسى سأل الله ذلك، سأل الرؤية، الله سبحانه وتعالى حكم أن لا يرى في الدنيا. يا شيخ اسمح لي آخر الجلسة. نعم. ما لي وللورقة، أنا الآن أسأل لك سؤالا. موسى عليه السلام سأل الله الرؤية وهو يجهل عدم جواز وقوعها في الدنيا. نعم. مقتنع بهذا الجواب؟ مقتنع. شكرا. يجعل هذا لا لأمر متعلق بالله عز وجل، هذا حكم حكمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، يعني والله سبحانه وتعالى منع رؤية نفسه على نفسه، والله عز وجل منع رؤية نفسه في الدنيا كما منع نفسه من أشياء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منع نفسه من الظلم. مفهوم. لعبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لا عشان هذا قلت يعني الله عز وجل حجب نفسه أم حجب الخلق؟ هذا مفهوم الاستطراد، هذا واضح، ولكن الذي فهمته منك أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم أن الرؤية مستحيلة على الله في الدنيا فسألها، أن الله سبحانه وتعالى حكم بعدم رؤيته في الدنيا، لم يكن يعلم باستحالة، ليست مستحيلة على الله، لم يكن يعلم أن الله لا يليق به أن يرى في الدنيا، لم يكن يعلم أنه يليق أم لا يليق أن يرى الله تعالى. موسى يعلم أن الله يرى لذا سأل، ولكن لا يعلم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. كلام واضح؟ لا يعلم أن الله يرى، أن الله لا يرى في الدنيا. إذن أنت توافق العلماء الذين قالوا بأن علوم الأنبياء كسبية، أنه ما كان يعرف ما علمه الله. نعم 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 طبعا علوم الأنبياء كسبية، ما شاء الله. توافق الله الذين قالوا، الذين أوردت أنا قولهم في ابتدائي في الكلام قبل حين، وقلت لي أنت الآن قبل قليل قلت لي قال بعض العلماء، وسألتني هل تعتد بهذا القول أم لا، أن موسى عليه السلام أن من أجوبة بعض أهل العلم على سؤال موسى عليه السلام الرؤيا أنه لم يكن يعلم، وإنما علمه الله، وعلوم الأنبياء كسبية. قلت لي أتعتمد هذا القول؟ قلت لك الذي أعتمده هو القول الآخر، أنه كان يعتقد انتفاء الرؤية، وأما السؤال فكان مخالف للأولى، ولذلك تاب منه موسى. فالتوبة متعلقة بالسؤال لا بالاعتقاد. وأما أنت الآن من أي شيء تاب موسى؟ هذا اللي أسأله، متعلق قلته بالسؤال أم بالاعتقاد؟ تعلق التوبة متعلقة بأنه سأل بأنه طلب من الله أو سأل من الله عز وجل أن يراه في الدنيا، والله سبحانه وتعالى قد حكم بأنه لم يرى في الدنيا. سأل الله شيئا يعلم استحالته أم سأل الله شيئا يعلم جوازه؟ يعلم جوازه. إذا من أي شيء أنت؟ سأل الله سؤالا يعلم جوازه، والله عز وجل حكم بأنه لن يرى في الدنيا. يعلم جواز الرؤية في الدنيا، يعلم جواز رؤية الله عز وجل على الإطلاق في الدنيا. احنا عندنا رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة، يعني موسى أهل السنة والجماعة يفرقون بين رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يفرقون بين الأمرين. في الدنيا لن يرى في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كان يعتقدها موسى؟ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل كان يعتقدها موسى؟ كان يعتقدها، أن الله لا يرى في الدنيا. نعم كان يعتقدها بتعليم الله، بتعليم الله إياه. إذا لماذا سأل خلاف؟ بتعليم الله إياه، علمه الله سبحانه وتعالى أنه لم يرى فتاب إلى الله عز وجل من هذا السؤال. إذا متعلق السؤال العقيدة، متعلق التوبة العقيدة للسؤال.
أنه كان يرى أن الله سبحانه وتعالى قد يريه نفسه في الدنيا. قبل قليل قلت أن متعلق التوبة السؤال، والآن تقول متعلق التوبة. ما قلت متعلق التوبة السؤال. قبل قليل ما قلت، بل قلت أنه كان يرى جواز الله. هذه المناظرة مسجلة. مسجلة نعم. قلت قبل قليل، والحكم لعله يمكن قد يكون ذهب. قلت قبل قليل أن متعلق التوبة السؤال، والآن تقول متعلق التوبة العقيدة. لا، ما قلت أبدا متعلق التوبة السؤال، وسنرى. طيب الرأي قد يعني يحكم المشاهدون يعني عن الرأي الأخير متعلق التوبة. متعلق التوبة أنه سأل الله سؤالا ما كان له أن يسأله، وسأل أن يرى الله عز وجل في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا. نعم، سألت يعني في من سؤال آخر. السؤال الآخر، تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، فما جوابك على؟ أي في الدنيا. نعم، في الدنيا. ما الدليل على أنه في الدنيا؟ نذكر أدلة أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل في الآخرة، فتكون دليلا على هذا التقييد. بسم الله. إذن هذه الآية ليست صريحة ولا قطعية. لا، هي صريحة. وأبين ما فيها قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. تجلى يعني إحنا ذكرنا عدة وجوه من هذه الآية. ما أجيب الآن على وجه واحد، ولكن نقول له قوله تبارك وتعالى: وفي وجهة نظر من يسمع إن شاء الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل. التجلي على ظاهره، أنت تأخذ بالظاهر دائما أم على باطني؟ ما الذي يصرفنا عن الظاهر؟ هل أنت تأخذ الذي يصرفنا عن الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه التحيز، يستحيل عليه الظهور والاختفاء؟ هنا بقى سنتكلم في مسألة أن الرؤية تستلزم التحيز وتستلزم الاتجاه، صح؟ الله يكلمنا بما نعقل وما نعهد. نعم، والقرآن هذا عربي، فيخاطب العرب بما يعقلون وما نعهد. نعم، صحيح. التجلي، أعود إليك، التجلي على ظاهره وأنت تأخذ بالظاهر دائما؟ نعم، التجلي على ظاهره وأنا أخذ بالظاهر ومع ظاهر النصوص إلا إذا دل الدليل على خلاف الظاهر. وأنا هذا منهجك ومنهجي أيضا كذلك. طب الحمد لله. أن أصرف التجلي عن ظاهره لاستحالة بناء على عقيدتي أن الله تعالى يأتي ويذهب ويتجلى. هذه كلمة جيدة، بناء على عقيدتي، وهذا إن دل إنما دل على الإنصاف، فتح الله لك. يعني قال بناء على عقيدتي، ولكن بناء على عقيدتنا نحن هي دلت على أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل صراحة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن نزيد على كتاب ربي سبحانه وتعالى ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا معاشر العرب أنه تجلى للجبل، فمن يستطيع بعده أن يأتي ليقول لم يتجلى الله للجبل؟ أنا أقسم بأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، فهل تستطيع أن تقسم أن الله لن يتجلى للجبل؟ أقسم أن الله قال فلما تجلى ربه. نعم، ولكن أن أقسم أن الله تجلى حقيقة كما تعتقد أنت؟ لا والله. قال الله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. أقسم بالله أن الله أتاهم حقيقة. أقسم بالله أتاهم الله من حيث لم يحتسب. أتاهم حقيقة. أتاهم الله من حيث لم يحتسب. حقيقة. أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب. قل حقيقة، أقسم أنه أتاهم حقيقة. حقيقة، ما تعني بكلمة حقيقة؟ الإتيان الحقيقي. أن الله سبحانه وتعالى أتاهم كيف؟ بلا كيف، عقيدة بلا كيف. أيوة طبعا، بلا كيف. طيب إذا أتاهم حقيقة. أتاهم الله سبحانه وتعالى من العرب تفهم من هذه الكلمة، العرب تفهم، ولا نخرج عن حقيقة الكلام، العرب تفهم بأن الله سبحانه أتاه هذا من حيث لم يحتسب، أي فاجأه بأمر لم يكن في حسبان. لما أولت؟ ما أولت؟ أنت هذا مقتضاه الخطاب. أتجيز لنفسك التأويل ولا تجيز لا 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 ليس كذلك. لما لا تمر الآية على ظاهرها؟ أتاهم حقيقة من غير تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. لما أتاهم حقيقة؟ أنا أقول أتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسب. لما لا تقول حقيقة؟ لأن حقيقة لم ترد في النص. سبحان الله. ولا تجلق، ما تجلق الحقيقة؟ لا، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذلك. طيب تجلى، لم يقل تجلى حقيقة.
لم ترد في النص، لأن أقسمت أنت أنه تجلى حقيقة. نعم، أنه تجلى للجبل كما قال الله عز وجل. ما هو قال أتاهم الله من حيث لم يحتسبون. نعم، أتاهم الله عز وجل بما لا يحتسبون، بما لا يحتسبون. هل أنا زدت الآن دلوقتي؟ قال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، صح؟ هل تعتقد أن الله أتاهم حقيقة؟ أن الله عز وجل أتاهم بما لا يحتسبون. لما أول؟ ما أولت، هذا ما اقتضاه النص. طيب، وما اقتضاه النص عندك، واقتضى النص عندي أنه لم يتجلى حقيقة، لأن الله لم يقل حقيقة. أنت درأت حقيقة في الإتيان وأنا درأتها في التجلي، فلما كان درء الحقيقة أنت أولى به مني؟ لأن النص اقتضى ذلك. وأنا أقول لك النص اقتضى ذلك، بل الصفات الله هي التي تقتضي ذلك. لا، يعني أنا العرب. أين اقتضى النص؟ الإتيان أين اقتضى النص؟ قال الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. اتفقت أنا وأنت وجميع العقلاء أن المعنى أتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسب، أتاهم بما لا يحتسبونه وليس في حسبانهم البتة. لما لم تعتقد أتى؟ هذا باتفاق أهل العلم، أما الذي نحن فيه فعقيدة أهل السنة أنه تجلى له للجبل حقيقة. لا لا لا، عقيدة السلفية. عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة. أن تنتسب أنت وتحصرها فيك أهل السنة؟ لا لا، هذه عقيدة أهل السنة. إيتي لي بمن خالف هذا. لماذا تفسد كثير؟ تجلى ربه الجبل، تجلى ربه الجبل. سيري بن كثير. يلا هات، تجلى ربه الجبل، افقى فيك. وهات لتفسير الفخر الرازي، وهات الألوسي، وهات ابن جرير الطبري. هذا ابن القيم. نعم؟ ابن القيم. هات ابن كثير ماذا قال؟ يقول ابن القيم هذا من أبيل الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ هذا ابن القيم وهذا ابن كثير. التفسير أحسن بدل الكتاب. نعم. بس هو عايز التفسير ومش عايز ده. يعني هو أنت حط نقاط ولا مش يحتاج بيه هو. هذا تفسير ابن كثير. لا التفسير ولا بتاع الشيخ. تفسير ابن كثير. شو. بس ده مش التفسير. ده الشيخ مصطفى العدو عامل عليه كيف هو مش هو التفسير. فهو لو قرأ منه هو أنت مش هتعتبره، هو لازم التفسير نفسه، صحيح؟ وأقول أهل السنة لا ينحصرون في السلفية. ولم يقولوا بأن تجلى بمعنى. تفضل. طبعا ابن كثير في هذه الآية ذكر كلاما كثيرا. أنت تريد فلما تجلى ربك. تجلى. نعم. هل حقيقة تجلى حقيقة الخلق؟ هل قال ابن كثير تجلى حقيقة؟ أنت تحتج به يعني مثلا هذا يعني أنا هو عايز يعرفك المسألة خلافية. أستدرك قول أهل السنة حتى خلافية. بارك الله. عايز تصل إلى هذا الأمر. وعايز يعرفك إن هي حتى من أهل السنة. نعم. هو قال مذهب أهل السنة عليه. هذا حديث صحيح عندنا. فلما تجلى ربه للجبل أن أنس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا بأصبعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه الإبهام، فأنت تعلم أن في الإصبع 10 لغات. خلاص كده. المهم يعني على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل هكذا. قال فلما تجلى، ذكر أحاديث حديث كثيرة في مسألة التجلي. طب هو عايز هو بيتكلم حقيقة أن الله عز وجل تجلى سبحانه وتعالى. حقيقة الله قال تجلى، لكن لا يتجلى حقيقة. لا تجلى منه إلا قبر الخمس جعله دكا ترابا وخر موسى صعيدا. فلما تجلى ربه للجبل قال انقعر فدخل تحت الأرض. لما تجلى يعلم الموضع دي هو اللي طلع. طلع انت شيء. انت من اقول له بس هو فعلا اهل السنة مش على القول يعني كلهم مش كافة على التجلي بهذا المعنى.
انا يعني انا في معلومه هذه هم مش كلهم كف على هذا القول في التجلي يعني. طيب ليه ما قال الشيخ ان اهل السنه لكن هيبقى سابني يعني ماشي بس انا هتبقى الشيخ قال حقيقه فقط نريد ان الذين اتفقوا مع الشيخ او يعني لانه حقيقه طيب ماشي على كلمه حقيقه انا زدتها لبيان المعنى لا لفظ موجود عند انت شوف يعني تصنف بان اهل يعني بان ليس اهل السنه جميعا يعني يقول اتفقوا على ذلك ما الذي ينبني على ذلك يعني يا استاذ نعم ما الذي ينبني على ذلك ان لفظ تجلى لا تدل قطعا على ان الله تعالى ظهر للجبل وراء ممكن بس ابين نقطه يا شيخ نعم تفضل شيخ هو طبعا هو في فرق بين ان انت تثبت اصل الصفه والفرق بين انك انت تجعل كل ايه يعني تدل عليها يعني انا ممكن الايه دي على سبيل المثال يعني نثبت اصل الصفه كويس يعني حتى في الايه قال الله تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هو اصل الاتيان ثابت عند اهل السنه لكن بيكون بحسب السياق لكن الاتيان نفسه ثابت عندهم اهل السنه عندنا الاتيان ثابت وانت تعلم هذا من صفه الاتيان والمجيء ثابته لله ليس كل اهل السنه لا كلهم كلهم هؤلاء السلفيه كلهم السلفيه في مدى لا تصلي واحده بعد اذنك طب انت الفخر الرازي من اهل السنه التقسيم هذا التقسيم اللي هو من اهل الفخر الرازي شيخ اهل السنه وليس من اهل السنه بص طب بقول لك على حاجه كلمه اهل السنه ليها معنى واسع وليها معنى ضيق ما هو هذا اسمع ان شاء الله نتكلم حول يعني طيب. مفهوميه او اهل السنه والجماعه بعد الكلام ان شاء الله بعد كمل كلامك كمل كلامه استاذ الشيخ استاذ الشيخ هو الشيخ من اذن طيب اهل السنه في معنى الواسع اللي هو اهل السنه في مقابل الروافض وده معلوم ففي مقابله الروافض بيكون كله اهل السنه الاشاعره اهل السنه والماتريدي اهل السنه وكل حتى الخوارج حتى الاباضيه كله بيكون اهل السنه في مقابله من الروافض ثانيا اسمعني بس اكمل بس الله يبارك اما عند التفصيل بين اهل السنه فاهل السنه هم اهل الحديث والاثر هم اهل الحديث والاثر فخر الدين الرازي لا يدخل في طياتهم لا يدخل في عدادهم فخر الدين الرازي لا يدخل وكذلك كثير لا يدخلون عند ابن حجر القرطبي والنووي ابن حجر يدخل بقول لك ابن كثير يدخل طبعا لا يعني ابن كثير لا يؤول ابن كثير ايه؟ لا يؤول لا يؤول طبعا ابدا لا يؤول ابدا يعني تبارك الذي بيده ملك قليل حقيقيين لا هو بص بقى اسمع ودي يمكن انا عندما تكلمنا في المنظر اجبني عنها طيب عذرا لن نخرج عن الموضوع عن الايه فلما تجلى وحجيتها على الرؤيا انا اشترطت عليك ان تحتج بنص قطعي بالنصوص القطعيه وانت الان تستدل على رؤيه الجبل لله بلفظه التجلي ولو كانت قطعيه لما خالفكم فيها ائمه من اهل السنه على انها أنت لا تثبت الأمور إلا بالقطعية فقط. هذا الذي اشترطته عليك. ألم ألم أتصل بك واشترطت عليك أن يكون استدلالنا بالقطعي فقط؟ نعم. إذا المسلمون على شروطهم. خلاص نعم. تجلى قطعية في أن الجبل رأى الله. التجلي عندي بمعنى الوضوح والظهور. عندك؟ وعند أهل اللغة. عند اهل اللغه بمعنى الوضوح السنه هذه مراوغه الان انا اتكلم قلت رجعنا عن اهل السنه قلت اهل السنه لا قليل هل ترجع عن قولك بان اهل السنه على هذا القول الذي قلت به هل ترجع عنها قول ام تثبت عليه؟ اقول اجمع اهل السنه على ثبوت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاخره. يعني التجلي هذا موضوع عام موضوع احنا لا زلنا في هذا ما فهمه كثير من اهل السنه الان تجلى فهمه كثير من اهل السنه. اذا لم يجمع اهل السنه على كلمه تجلي. هل يدل كلمه هل تدل هل 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 التجلي قطعي في الرؤيه؟ التجلي قطعي في الرؤيه يدل على الرؤيه. قطعي؟ لا ليس قطعي. اذا خرجنا عن الاستدلال. انا شرطنا الاستدلال فقط. ولكن ان دل بغير ان يكون قطعيا. من غير لكن. قلت لي انت الان انه غير قطعي وشرطنا ان نستدل به. نعم هو غير قطعي. اذا هذه الايه لا في قول موسى ارني انظر اليك ولا في التجلي قطعي. في قوله ارني انظر اليك هذا فيه دليل قوي جدا على انه يجوز رؤيه الله عز وجل. تجوز رؤيه الله سبحانه وتعالى. دليل قطعي ولا قوي جدا؟ دليل قطعي. مقتنع بهذه الاجابه؟ مقتنع بهذه الاجابه. شكرا. انتقل للدليل الاخر ولا اورد اقوى ادلتنا الان هو هذا اقوى ادلتكم على الرؤيه؟
هناك أدلة كثيرة. هذا أقوى الأدلة؟ لا لا. لما قدمته إلا ليكون أقوى الأدلة؟ أخطأت. تركيب لا بأس. والتركيب؟ أخطأت شيء. طيب أنا آتي بأقوى الأدلة عندنا على انتفاء الآن. نناقش أدلة. ما رأيك؟ ماشي تفضل. يعني يسأل لا لا سمحنا بالنقاش فتفضل التحق يعني. أنا الآن ناقشنا دليلك من أدلة في من أدلة في الإثبات نناقش أنا آتي من الأعلى أقوى أدلة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. ومحل الشاهد أن الإدراك اللحاق في قواميس اللغة. الإدراك معناه اللحاق في قواميس اللغة، وإدراك كل شيء بحسبه. وبما أن الإدراك أسند إلى الأبصار فمعناه أن الأبصار لا تلحقه برؤية، أن الأبصار لا تلحقه برؤية. فما جوابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما ذكره الأخ مسعود الغزالي من دليل فهو دليل عليه لا له، كما قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عليه سحائب الرحمة وشآليب المغفرة. وقال أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. الآية ليست دليلا على امتناع رؤية الله عز وجل في الآخرة من عدة وجوه، من عدة وجوه. فلننتبه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق المدح، أليس كذلك؟ بلى. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، المدح يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، العدم المحض ليس بكمال. يعني إذا دخلت على أمير فقلت له أنت لست كلبا، أنا كده نفيت عنه إيه؟ أنه كلب، لا لإثبات أنه بشر، أنا نفيت فقط محض. أكون بهذا قد أسأت إليه، أكون بهذا قد أسأت إليه. أظن أن هذا الأمر معلوم، أن النفي المحض ليس بمدح وليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، يمدح بالعدم النفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، إلى آخر هذا الكلام. ولهذا لم يمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى، العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذا المعنى أنه يرى
ولا يدرك ولا يحاط به. ومن أئمة التفسير وكذلك اللغة من قال بأن الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة، منهم الزجاج وهو لغوي كما هو معلوم بل من أئمة اللغة، وكذلك شيخ الإسلام وهو لغوي كما هو معلوم ولم يخطئه أحد في كلامه في اللغة لا من مخالفيه ولا من مؤيديه، بل هو إمام كبير وقصته مع أبي حيان مشهورة ومعروفة في تخطئته للإمام الكبير سيبويه. هو لغوي وله اجتهادات، بل منهم من أفرد بعض رسائل الدكتوراه بذلك. فالمعنى هنا لا تحيط به الأبصار، فيرى ولا يدرك، يرى ولا يدرك، فرق بين الرؤية والإدراك كما في قوله سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقد ذكر قبل أنهم قد رأى بعضهم بعضا فلما تراء الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا ونفى هذا الإدراك إن معي ربي سيهدين. ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، ونحن نرى السماء فوقنا ولا ندركها، لا ندركها، ولا يقول إنسان في الدنيا قط أنا أدرك السماء وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل نراها ولا نحيط بها. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هذا كلام شيخ الإسلام، وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، أنا الآن أراك وأدركك، وأرى السماء ولا أدركها، خلاص كده. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، قال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط بهم ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم، فذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. ونظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا من أعظم الأدلة. شوفوا لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء، يقول الشيخ وهذا من أعظم الأدلة، لأنهم أيضا ينفون الصفات، وهذا من أعظم الأدلة على كثرة
ولا أقصد الإباضية بقولي هم ينفون الصفات، بل أقصد من نفى صفات الله سبحانه وتعالى. خلاص. وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه، مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل فلان لا مثيل له وليس له نظير، ليس كمثله شيء ولا شبيه ولا مثل، أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها، وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه، فات أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته، وقوله لا تدركه الأبصار من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك. أكتفي بهذا. الشيخ مسعود عايز كتاب بدائع الفوائد. عندك خلاص؟ لا بس هو أظن قرأ انتهى. نعم. ليس فيما قلته أي جواب ولا دحض احتجاجنا بقول الله لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إطلاقا إطلاقا، ليس فيما قلته أي دحض لما قلنا. الزعم سببنا وذلك لأني قلت الإدراك في وضع اللغة اللحق. أتعترض على هذا؟ عندك اعتراض على هذا؟ في وضع اللغة الإدراك في وضع اللغة اللحق كذا قال قاموس اللغة ومعانيها. أنت تعلم أن الكلمة يكون لها أكثر من معنى، كما يذكر ابن منظور في لسان العرب وغيره من الأئمة، وابن فارس في مقاييس اللغة وفي الصحاح وفي غيره من كتب اللغة الأزرية في تهذيب اللغة، يذكرون الكلمة ويذكرون معانيها كما في نظر الانتظار وأنت تحتج بذلك. الإدراك نعم هو اللحاق، ليس له إلا هذا المعنى. الإدراك هو اللحاق، ليس له إلا هذا المعنى. هذا سؤال. الأصل هو اللحاق. نعم. الأصل اللحاق. وما معنى اللحاق؟ دعنا ما معنى اللحاق. ما معنى اللحاق؟ دعنا ما معنى اللحاق. هذا سؤال المطروح. ما معنى اللحاق؟ أنت الآن دعني أكمل ما أقول. نعم. تفضل. ثم قل ما عندك. تفضل. ما معنى اللحاق؟ وسوي لك اللحاق، أقول لك اللحاق معناه الوصول، يقول معنى الوصول، أقول لك البلوغ ومعنى البلوغ، وصول حد التكليف. تفضل. الإدراك معناه اللحاق. ثم نقول إدراك كل شيء بحسبه، والآيات التي أوردها ابن القيم حتى قول الله سبحانه وتعالى إنا لمدركون أي لملحقون، أي لملحقون هو اللحاق، وفي قوله سبحانه وتعالى حتى إذا اداركوا فيها أي تلاحقوا فيها. أدركت حياة جدك؟ أي لحقته أي نعم أدركت. إذا جاز أن تورد الإدراك معنى اللحاق. هذا هل خالفتك في هذا؟ مع أنك لم تحق به، مع أنك لم أرد نقطة نقطة، أرد نقطة نقطة على الإدراك معنى أنك أنت تقول الإدراك بمعنى اللحاق. نعم الإدراك يأتي بمعنى اللحاق، وهذا لا أنكره ومثبوت في كتب اللغة. هذا هو الأصل. الإدراك معنى اللحاق. ثم نعم. يصرفه ما أضيف إليه. نعم. يصرفه أحيانا عن اللحاق ما أضيف إليه، لكن الآن ما الذي يصرفه عن معنى اللحاق أن أضيف إلى أن أسند إلى الأبصار؟ ما الذي يمنعه؟ لا تدركه أي لا تلحقه الأبصار. ولعلمك الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري اعترض على اعتراض المعترضين بآية قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال البون شاسع بين ما أسند إليه الإدراك هناك وبين ما أسند إليه هنا، فالإدراك هنا أسند إلى الأبصار على خلاف ما أسند إليه هناك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا ولا تخافوا دركا ولا تخشى لحاقا لمدركون ملحوقون. نعم. وإذا كان الإدراك معناه اللحاق فلا تدركه أي لا تلحقه، وهذا تفسير عائشة بن مسعود رضوان الله تعالى عليهما، بل عفاف بن سعيد الدارمي يحكي اتفاق الصحابة على هذا، على أن النبي لم يرى ربه تبارك وتعالى أبدا. فعائشة وهي العربية القحة قالت لا تدركه الأوصار، لا تراه
ووافقها ابن مسعود ووافقها الجمهور من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول الإدراك لا يمكن أن يكون في هذه الآية معنى الإحاطة. قولك بأن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية. لا، أولا نبقى في الأولى أنه لا يمكن أن يكون بمعنى الإحاطة. لا، هو يمكن أن أنت يكون أوردت بمعنى الإحاطة. أنت أوردت شبهك، قيد إراداتي عليك ثم رد عليك. نحن الآن في موضع مناقشة، انتهى الأمر. أنا الأول أنا سكتت عنه، فليسكت عني حتى أتم إرادتي. إن أراد عشان البشر. لا، هو الآن المستمع أنا وضحت يعني صمت كثير، وخد بالك تبقى تركي يعني لكما تتناقشان. طيب هذا بايه باتفاقكما؟ طيب بصمتك انا اطرح عليك الادراك لا يكون بمعنى الاحاطه ابدا. انا اطرح عليك ان ارد على جميع اراداتك ان الله يبارك فيك على جميع اراداتك. العباره اللي هي في الصفحه اللي هناك، العباره الاولى، ده السجاد. طبعا السجاد من في اللغه كما تعلم، فشوف انظر هو حمل الادراك هنا على الاحاطه. طبعا انا بناء هو طبعا من أئمة اللغة الكبار كما من أهل السنة، أليس كذلك؟ نعم، من أهل السنة. يعني يخالف اللغة من أجل عقيدته. ابن مالك خالفها عندما قال من يرى النبي بلا مؤبدة فقول قرد الرسول. طب أم لالا لما تبكلمك هناك وقلت لك ابن عبد الشكور هذا صوفي ويصفى الأخ دي حيك، وانت ما عجبتش الكلمة لم تروحك. لما اتكلمنا لما كان هو بينقل، فاكر ولا ناسي؟ فاكر. فهو دلوقتي بص عمل ايه؟ رده بان هو ده مذهب سني زي ما انا هناك قلت ده صوفي. بناء على انا دلوقتي بتكلم على انت ذاك من قصده هو ايه؟ هو في قلبه ايه؟ لكن ده امام من ائمه اللغه الكبار المعتبرين، من اكبر ائمه اللغه، وقال ان الادراك هنا الاحاطه. لا يحتج بقوله، لغته لا يحتج بها الزجاج في اي قرن. لا في فرق بين يحتج بقوله. اسمع، انا اقول لك عائشه رضي الله عنها فسرت الادراك بالابصار، والزجاج قال بالإحاطة. أي بأيهما تأخذ؟ بس غير الشيء عشان ما يبقاش في أصعب. بس شنو هو بيقولوا؟ شربوا ماي. كم وقت انتهى؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون